أعزائي المشاهدين، أحييكم وحلقة جديدة من برنامج خبر وتعليق. وضيف هذه الحلقة سيكون معنا للتعليق الأستاذ مجدي خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات من واشنطن. سنستمع إلى تعليقه بعد أن نستعرض أمام حضراتكم القليل جدا مما جاء من أهم الأنباء لهذا اليوم. بخصوص الشأن السوري، فقد حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الإقدام على استخدام أسلحة كيميائية ضد المعارضة، بعدما أفادت تقارير استخباراتية برصد تحركات مريبة بمخازن الأسلحة السورية خلال الأيام القليلة الماضية. بينما صرح الاتحاد الأوروبي بأنه قد قلص مهام بعثته في دمشق، وعلقت الأمم المتحدة عملياتها في سوريا بسبب ما أسمته تنامي الخطر فيها. ومن جهة أخرى أعلنت روسيا أنها فشلت في الاتفاق مع تركيا بشأن الأزمة السورية. وفي مصر أعلن المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، أنه قرر انتداب القضاء ووكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد الذي تقرر إجراؤه يوم 15 من الشهر الجاري. وكانت قد أنهت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أعمالها فجر السبت الماضي. قد أنهت التصويت على مسودة الدستور الجديد وسلمته للرئيس مرسي مساء أول أمس، وأعلن بدوره أنه سيطرحه لاستفتاء شعبي يوم 15 من الشهر الجاري. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود حالا مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ مجدي خليل للتعليق على الأزمة في مصر. ابقوا معنا. ترقبوا الشهر القادم أسبوع السلام على شاشة الآرامية مع الأب استيفانوس عيسى. انظر من حيث سقطت، طب شو اللي كان سبب عبودية بحياتي لألي كمولود من جديد وكمؤمن؟ بدي أرجع شوف وأرجع بالطريق اللي رجعت منه. أنا حولت نظري عن الله، تعبت. وذلك يومي 13 و14 ديسمبر كانون الثاني 2012. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالآرامية على الرقم 248-416-1300. معكم مرة أخرى هذه الحلقة من برنامج خبر وتعليق. برحب معنا بالأستاذ مجدي خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات. أهلا وسهلا بك فندم في الحلقة. وبداية، ونحن نرقب تعقد المشهد السياسي في مصر وكل يوم بيتأزم عن اليوم اللي بعده، في وسط المشهد ده يا فندم بتقف المحكمة الدستورية العليا، بحيث أنه بيبصلها كتير، كتيرين بيقولوا أن هي بقت مكون من هذه الأزمة بدل ما تكون جزء من الحل. هل التعليق ده منصف في وجهة نظر حضرتك؟ لا طبعا. أولا يعني بحيي المشاهدين، لكن طبعا ده المحكمة الدستورية العليا بتقوم بدورها الطبيعي في الاحتكام للقانون، لكن لما يكون شخص عاوز يدوس على القانون، انا عاوز اقول لك حاجه بسيطه جدا. اتفضل. لو حصل في سنه 2000 ان اتباع الجور راحوا حوطوا المحكمه السوبريم، المحكمه الفدراليه العليا، وقالوا ومنعوا القضاه من يدخلوا يقولوا الحكم او يحكموا في القضيه، ايه لا. كان شكل الدوله الامريكيه؟ كان معناها ان سقوط دوله القانون خلاص، مفيش قانون. طالما اذا منع اعلى محكمه في الدوله من ان يمارسوا مهامهم بهذه البلطجه، معناها سقوط دوله القانون تماما يعني. نعم. وبالتالي ما قام به الاخوان المسلمين هو وضع القانون تحت احذيتهم، وضع القضاء تحت احذيتهم، واسقاطهم لدوله القانون تماما، والاحتكام إلى لغة البلطجة. المحكمة الدستورية العليا ليست جزءا من الأزمة، المحكمة الدستورية العليا المفروض هي تحكم في الأزمة، لأنها حكم بين أطراف مختلفة، بين أطراف سياسية، وهذا القضاء وهذا ودور القضاء. ولكن للأسف الشديد الإخوان المسلمين لا يتركون المحكمة الدستورية العليا تقوم بدورها المنوطة به، واللي فيها مجموعة 19 من أفضل القضاة في مصر، ويعني
مجموعة نزيهة وعلى أعلى مستوى من العلم القانوني وحراسا للدستور المصري، ومن ثم ما يقومون به هو واجبهم الطبيعي، وهذا ما حدث هو يوم أسود في تاريخ مصر، ولم يحدث تقريبا في تاريخ الدولة الحديثة منذ أن أنشئت المحكمة الدستورية العليا. كما قال بيان المحكمة أنه منذ أن أنشئت المحكمة الدستورية هذا أول مرة في تاريخها يحدث أن تحاصر المحكمة الدستورية العليا من قبل مجموعة بلطجية ينتمون إلى حركة سياسية ويمنعون القضاة من أن يمارسوا دورهم ووظيفتهم الطبيعية. يعني بمعنى كده أنه من يقول أنه المحكمة الدستورية العليا محسوبة على جهة من الجهات السياسية وليست مؤسسة قضائية مستقلة، هذا الكلام عاري من الصحة تماما. هذا الكلام كاذب تماما 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 تماما. هم عاوزين المحكمة الدستورية العليا تمشي على مزاجهم. المحكمة الدستورية العليا هي كانت آخر يعني آخر شيء ملاذ للمصريين لكي تنصفهم على البلطجية. الإخوان المسلمين بيقوموا بحركة التفاف بلطجي على المحكمة وعلى مصر، وليس لديهم أبدا احتكام لسلطة القانون ولا حتى لسلطة ولا لقيم الديمقراطية اللي جابتهم بسنديه. فبالتالي هذا الموضوع يعني هم قصروا كل شيء في الإعلان الدستوري. هو يعني نصب نفسه يعني إلها أو حاكما مطلقا فاشيا نازيا خليفة والي أي قولي ما تقولينه في هذا في الإعلان الدستوري، وبعد ذلك يريدون من القانون ومن القضاء ومن المحكمة الدستورية أن توافق على هذه المهازل. هذا الشيء يعني ده لو وافقت المحكمة الدستورية على الإعلان الدستوري ولا على ما يقوم به مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، معناها أنها تسقط تماما كمحكمة منصفة للمصريين. هي وبتقف جنب المصريين وجنب التجربة المصرية الديمقراطية وجنب القانون بالأساس. فبالتالي هم هذه الحملة الشرسة الكاذبة اللي كلها أكاذيب وادعاءات على المحكمة الدستورية وعلى قضاة من عينة تهاني الجبالي، من أفضل نساء مصر تقريبا مصر. يعني من أفضل نساء مصر. نعم. معناها أن ده حملة لا أخلاقية وحملة حملة بلطجة حملة تشويه سمعة ناس من أفضل الناس. المفروض اللي شوه سمعته هم الإخوان المسلمين، وهو الرئيس مرسي اللي بيشتغل دلوقتي أقرب إلى زعيم عصابة مش رئيس دولة. للأسف يعني إحنا وصلنا إلى هذه الأمور، لكن حضرتك قلت أنه المحكمة الدستورية فكان بالحري أيضا القضاء، وضع القضاء بشكل عام، يعني في محللين ابتدوا يحذروا إلى هذه الدرجة، وصلنا إلى أنه هناك تزايد لوتيرة تورط القضاء في السياسة بمصر. ما مدى أيضا يعني إنصاف هذا الكلام؟ هل هم مواطنين من حقهم إنهم يبدوا رأيهم فيما يجري في مجريات الأمور بشكل عام، ولا هم مكبلين؟ شوفي، لا يمكن أن يحدث شيء تحت تهديد السلاح وتحت تهديد البلطجية وتحت تهديد العنف وتحت التخويف والترهيب. لا يمكن أن يحدث شيء أبدا، ولا تستقيم أي أمور، ولا تستقيم عملية سياسية ولا عملية ديمقراطية ولا حالة بلد ولا أي شيء يستقيم تحت هذا ما يقوم به الإخوان المسلمين. وبالتالي ما هو وضع القضاء يعني في مصر عموما؟ القضاء 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 مشكلة يعني مرسي إن القضاء عاوز يدهس القضاء، لأن هو الآخر حصن للمصريين وآخر شيء يمكن أن يوازن سلطة الرئيس مرسي، وآخر حصن ممكن يتحصن فيه المظلوم. وطبعا القضاء المصري فيه عيوب لا أول لها ولا آخر، ولكن على الأقل لم يستطيع الإخوان السيطرة عليه كاملا، وبالتالي هم يعادونه لأنهم لم يسيطروا عليه. هم سيطروا على المجلس التشريعي اللي هو مجلس الشورى الفاسد ده اللي منتخب بأقل من 10% من المصريين وبطريقة غير شرعية،
وايضا سيطروا على الرئاسه وسيطروا على مؤسسات كثيره، لم يبقى الا القضاء، وبالتحديد المحكمه الدستوريه العليا على قمه هذا القضاء، وبالتالي هم يريدون اذلال القضاء. وما جاء في الدستور في مواد الدستور المشروع الدستور ده فهو كارثي بالنسبه للقضاء. نعم. طيب في حالة إذا مر دلوقتي هناك استفتاء، هيحصل استفتاء شعبي، لو حصل ومر الدستور، طبعا في ناس بيقولوا مجرد أنه وصل الاستفتاء عفوا للصندوق هيبقى نعم، إيه المتوقع بعد كده؟ هل هيبقى يعني نعم؟ هل هذه لعبة فاسدة للسلطة؟ ما تعليق حضرتك؟ بصراحة شديدة ان الرئيس مرسي ومجموعة قضاه من اجل مصر الاخوانيين اللي قالوا انه هنشرف على الاستفتاء، معنى ذلك انه سيزورون الاستفتاء مهما كانت النتائج، اذا كان سيزورون الاستفتاء وسيزورون نتائج الاستفتاء ولا يمكن الوثوق فيهم، ولا يمكن ان نقول لهؤلاء انهم ناس محترمة ستشرف، لانهم لو محترمين كانوا رفضوا الاشراف على هذا، وبالتالي هم اخوان هيشرفوا على حاجة عايزاها الاخوان. انت عايز النتيجة ايه؟ النتيجة هتكون طبعا لصالح الاخوان. مجموعة من القضاء اللي هم انفصلوا عن الجسم القضائي وقرروا ان هم يشرفوا على الانتخابات من منظور انهم يميلوا الى الاخوان او اعضاء في الاخوان او مساندين للاخوان، ومن ثم سيكون كله هي لعبة في بيت واحد، كله كلهم بيلعبوا على الشعب المصري، ولن يكون لهذا الاستفتاء اي قيمة سواء بنعم او لا. وايضا هذا الدستور هو سقط تماما منذ ان رفض الرئيس مرسي تغيير اللجنة التأسيسية وفعل ما فعله في المحكمة الدستورية التي ستسقط هذه اللجنة، وعندما اختار من عشيرته أهله وعشيرته، كما يقول هو لا يخاطب المصريين، هو دائما يخاطب أهله وعشيرته، أهله وعشيرته من الإخوان المسلمين، هو ليس رئيسا لمصر، هو زعيم عصابة، هو زعيم وليس لا يستحق أن يكون رئيسا لأي شيء، هو زعيم عصابة، مرسي زعيم عصابة، زعيم عصابة الإخوان المسلمين، وبالتالي دائما يخاطب عصابته، أهلي وعشيرتي، أهلي وعشيرتي، أهلي وعشيرتي، لا يخاطب المصريين إطلاقا، حتى في المسجد قام عليه المصريون الحقيقيون وكادوا سيقذفونه بأحذيتهم لولا أنه هرب من المسجد الجمعة الماضية. ومن ثم هذا رئيس حتى في المسجد اللي هو بيحاول يدغدغ مشاعر المسلمين بكلماته اللي هو بيدعي فيها ان هو الدروشة والكذب والمتاجرة بالدين، حتى داخل المسجد لم يقبلوه المصريون الحقيقيون، لم يقبلوه حتى داخل المسجد. وبالتالي هذا الرجل لا يخاطب الا اهله وعشيرته، بعد كده هيعمل مساجد للاخوان او يدخل الاخوان بس يصلوا معاه. هذا رجل ليس رئيسا لمصر، وليس زعيما، وليس رجلا محترما اطلاقا، هذا شخص غير محترم، هو زعيم عصابه، وجاء في فتره حالكه في تاريخ مصر، وقفز على السلطه وحصن عصابته ودرب عصابته في غزة، وله عصابة ممتدة أيضا في غزة، وكلهم يمثلوا عصابة إسلامية إخوانية إرهابية شريرة. بالنسبة يعني لخارج مصر، موقف الغرب وأمريكا، هل يعني كيف يرقبوا الوضع؟ هل بيجهزوا لشيء يعني في المستقبل القريب؟ الموقف الغربي فاتر جدا وبارد جدا ومساند جدا للإخوان المسلمين للأسف الشديد، بالذات الموقف الأمريكي، وهو موقف أيضا يؤثر على أوروبا، يعني المواقف اللي بتتخذها أمريكا بتأثر بالتالي على أوروبا، وما تقوم به أمريكا من المؤسف جدا أن نقول أنه عار على هذه الإدارة، وعار عليها أن تؤيد هؤلاء العصابات التي ستحكم الشرق الأوسط وستدمره. وبهذا نقول أن هذه الإدارة تعادي الشعب المصري، تعادي المصريين، لأن المصريين الحقيقيين لا يمكن أن يقبلوا أن يداسوا تحت سلطة الإخوان المسلمين. شوف، عاوز أقول لك حاجة مهمة جدا، أي تضحية دلوقتي من المصريين هي شيء زهيد جدا بالنسبة للمستقبل، على المصريين أن يضحوا الآن، لأن بعد كده المستقبل سيداسوا بالأحذية وستراق دمائهم في الشوارع من سلطة الإخوان والثيوقراطية الدينية. الدولة الإسلامية لا تعرف الرحمة، هي دولة تتسم
الفاشية المفرطة والقسوة المفرطة، وبالتالي لا تعرف الرحمة نهائيا. على المصريين أن يعلموا أن أي تضحيات حاليا في الميدان هي شيء يسير جدا وزهيد جدا بالمقارنة بما سيدفعونه غدا إذا تم الإحكام بسيطرة الإخوان المسلمين على مصر. عليهم أن يدركوا أن كابوس الجزائر وكابوس أفغانستان وكابوس السودان وكابوس إيران وهذه الكوابيس تنتظرهم، إذ لم ينتفضوا ككل الشعب في مواجهة هذه العصابة الإجرامية المسماة بالإخوان المسلمين. إذا فسر البعض موقف أمريكا اللي حضرتك بتقول إن هو موقف بارد جدا وبالتالي بينعكس بالسلب على أوروبا، لو البعض فسر إنه هذه السلبية أساسا مدبرة في صالح إسرائيل، يعني مش عاوزين نقول إسرائيل مش لا، ما هو إسرائيل من سنة 49 من سنة 48 موجودة في الشرق الأوسط، دولة قائمة من سنة 48، يعني مش عاوزين نقول إن كل شيء هي بتعمله الإدارة الأمريكية لصالح إسرائيل، لا مش أنا ضد هذا التفسير تماما. هناك ميول من إدارة هذه الإدارة لدعم التحول في الشرق الأوسط لصالح الإسلاميين، ليس هناك طبعا هناك مصلحة لإسرائيل ما في 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 هذا ما يجري، ولكن إسرائيل لا تعمل لهذا. إسرائيل بتعادي الإسلاميين وهي بتكرههم جدا جدا، وعارفة أن الإسلاميين هيحاربوها. هذه الإدارة هي تميل للإسلاميين في الشرق الأوسط، وهذه الإدارة فعلت الكثير لمساندة الإسلاميين في الشرق الأوسط، ومن ثم الموضوع لا يتعلق بإسرائيل بقدر ما يتعلق برؤية الإدارة الأمريكية الحالية لحلفائها في الشرق ولشكل الشرق الأوسط ولمن تدعمه ولمن تتحالف معه. وما قاله الرئيس أوباما في مرسي بعد موضوع غزة قال فيه شعرا لا يقال، لم يقله في نيلسون مانديلا. هذا شيء يدعو للتعجب. قال هذا في هتلر جديد في الشرق الأوسط، في واحد يعني في إجماع مصري على فشله وعلى غبائه وعلى دكتاتوريته وعلى كذبه. هذا رئيس كذاب كل يوم يقول كلمة غير اللي بيقولها. مرسي رئيس كذاب للأسف الشديد، كذاب منذ أن جاء إلى الحكم وهو يكذب كل يوم يتنفس كذبا هو وجماعته. يعني واضح حاليا مؤخرا في الأيام اللي فاتت دي أن هناك حالة انقسام غير مسبوقة حاصلة جوه البلد، بحيث أنه كتير من الإعلاميين والأسماء الشهيرة جدا اللي كانت مؤيدة لي واللي انتخبته أصبحت واقفة ضده تماما. هل كيف ترى هذا المؤشر جوه مصر نفسها؟ لا بصراحة يعني زي أنا عجبني حمدي قنديل اللي قال إن إحنا محدش خدعنا، إحنا خدعنا نفسنا. هم خدعوا نفسهم، الكتير منهم كان عايز ياخد مناصب مع مرسي، ومرسي ضحك عليهم. فظهر يعني في حد لا يعرف الإخوان المسلمين، أديلهم 30 سنة لم يقدموا لمصر سوى الخراب. طب خلال ال 80 سنة حد يقول لي قدموا إيه لمصر محترم؟ 80 سنة بيشتغلوا الإخوان المسلمين في مصر، كل ما قدموه لمصر هو الخراب والإرهاب والعمل السري والعمل التحتي وكل ذلك. طب إيه هيتغيروا بين يوم وليلة ويبقوا ملائكة؟ الناس اللي أيدتهم دول كانوا عندهم رغبة في أنهم يحصلوا على مناصب معاهم، وهو مرسي ضحك عليهم فعشان كده فاقوا. لكن للأسف الشديد فاقوا بعد فوات الأوان تماما. الإخوان المسلمين سيطروا على مصر دلوقتي وفي طريقهم للسيطرة على ما تبقى من مفاصل مصر. هذا هو آخر جزء. ما قامش المصريين وطردوا الإخوان ورجعوهم لحجمهم الحقيقي، فإن مصر ستدخل في نفق مظلم لا يعلم أحد متى ستخرج منه. الموجود حاليا في ميدان التحرير وحضرتك بتراقبه، هذا الكم من التكتل أو التجمع بعد تجمع القوى المدنية، هل تنظر ليه كأنه ليه ثقل ممكن يصمد قدام يعني هذا الجبروت وهذه الفاشية الإخوانية؟ إلى أي مدى هل هيصمد وإلى أي مدى؟
ممكن يصمد لو تطور الموضوع إلى عصيان مدني كامل. لو تطور الموضوع إلى عصيان مدني كامل ممكن يصمد، لكن إذا يعني هو أنت ما تعرفيش، ما تقدريش تتوقع بكرة يحصل إيه، لكن ممكن لو الشعب المصري تم استفزازه مرة ومرة أخرى وخرج بالملايين زحفا على قصر الرئيس، أو قاموا بعصيان مدني شامل محدش يروح أي أشغاله ويقطعوا الطرق والمواصلات وكل أنواع الخدمات، نعم ممكن تسقط. مفيش دولة تتحمل عصيان مدني أكتر من أسبوع أبدا. لو في عصيان مدني شامل لمدة أسبوع واحد يسقط مرشي وتسقط حكومة الإخوان. على أي حال يعني هذا ما يعني نرجو، أنه تحدث تغيرات بدون دماء. بس بداية يعني أو في وسط حديث حضرتك ذكرت أن هناك يجب أن تكون تضحية. أستاذ مجدي، هل تقصد بالتضحية استشهاد مزيد من أبناء الشعب المصري؟ وللأسف الشديد هم لابد أن تكون هناك دماء، لأن الإخوان المسلمين لا يعرفون إلا لغة العنف. فبالتالي لكن بقول إن بمعنى إيه، يعني مش معنى إن أي تضحية، بمعنى مثلا على سبيل المثال التظاهرات، العصيان المدني، مش لازم تضحية بالدم، الاستجابة الشعبية الواسعة سواء في الداخل أو الخارج وكل ذلك، أي تعبئة شعبية، أي تجمهر واسع سيقلل الدم. كلما تجمع الملايين كلما خافت السلطة، لكن السلطة إذا كانت عدد قليل ممكن تستفرد بيهم ويعني يقع مزيد من الضحايا. فنحن لكي نقول أن يعني نقلل من الضحايا، علينا أن نقول لهم أن أي تضحية ولو بالوقت ولو بالعصيان المدني ولو بأي شيء اليوم ستكون لها فائدة كثيرة جدا، ستوفر دماء كثيرا في المستقبل. عموما إحنا قلوبنا مع أبناء الوطن في الصمود لهذا الأمر التاريخي، ونحن نرقب طبعا الجديد باستمرار كل يوم، وبننتظر كل يوم أيضا المزيد من التعليق والتحليل من الأستاذ مجدي خليل. بشكر حضرتك كتير لهذا الوقت في هذه الحلقة من برنامج خبر وتعليق. عزيزي المشاهد، بشكر متابعتك لهذا البرنامج. كنت معانا في هذه الحلقة مع دكتور مجدي خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات. حتى نلتقي معكم وبرامج أخرى، لكم كل تحياتنا.